قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله كما في الزواجر قال: والذي تدل عليه الأدلة أن الغيبة من كبائر الذنوب، ولكنها تختلف في العظمة بحسب اختلاف مفاسدها، فإن من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلها عديلة غصب المال وقتل النفس. ومعلوم أن غصب المال وقتل النفس كبيرتان، إذن فتناول العرض من كبائر الذنوب.